معناك وحنا معاك في اللقاء المفتوح غادي نتكلموا على الشجاعة. شنو هي مفهوم الشجاعة؟ يعني من أين تأتي هذا الشجاعة؟ وكذلك يعني الأنواع ديال الشجاعة وشنو هي الشجاعة الحقيقية. تواصلوا معنا إلى عندكم يعني رأي في الشجاعة وكنتو يعني المفهوم ديال الشجاعة بالنسبة لكم مسامعتنا ومسامعينا الكرام. تواصلوا معنا على الرقم 05 37 59 39 05 37 59 39. معنا مشكورة الأستاذة نعيمة طاهري يعني مدربة معتمدة في التنمية الذاتية وفي التطوير الذاتي بمدينة فاس. أستاذة نعيمة صباح الخير وشكرا على تلبيتك للدعوة. صباح الخير وصباح الخير المستمعين الكرام. وانا انا خصني نشكرك على هذا الموضوع الرائع. مرحبا. لانه موضوع صراحه يحتاج الى تماماً شجاعه. تماما 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 تماما. يعني ملي كنتكلموا على الشجاعه راه خاصنا نفرقوا استاذه نعيمه يعني باش ما يكونش هناك خلط. لذلك غادي لان كاين اللي عنده مثلا البعض ماشي كل شيء الشجاعه هي الوقاحه وهذا يعني خطا كبير وداكشي علاش غادي نعرفوا او نتعرفوا معك على المفهوم الحقيقي ديال الشجاعه. استاذه نعيمه تفضلي. اكيد لان الشجاعه احنا عندنا لان بينها وبين الوقاحه واحد الخطرية كذلك التهور تهور كذلك الجبن كذلك لان كنخلطوا احنا المفاهيم. اذا الشجاعه هي واحد الانسان حتى يكتب أكيد عايش الحياة والحياة فيها ضغوطات فيها مواقف فيها أحداث كيف عرض بزاف ديال الحويجات تنهارو ماشي غير شياته تنهارو. إذا هذيك الأحداث كتخلق له واحد المخاوف. هذيك المخاوف إلا ما عرفش يتعامل معها بحكمة وبحل مشكل إلا زاد على إلا تعامل معها بواحد السرعة وبواحد الاندفاعية وبواحد الجنون نقدروا نقولوا تهور. ولكن إلا خدم العقل ديالو والحكمة والمهارات اللي اكتسب في الحياة خلال الحياة ديالو هنا كنقولو شجاع لأنه عرف يتغلب على ذاك المواقع على ذاك المخاوف في مواطن الحزن. ولكن عندما كيتراجع ولكن إلا تراجع هذه المواقف والأدات وما قدرش يواجه هذه المخاوف يعني كتسمى هذا جبن. إذا كاين التهور وكاين الشجاعة وكاين الجبن. إذا إلا خدينا إلا تعاملنا مع المخاوف ديالنا بدون عقل وبجنون وبواحد الاندفاعية اللي هي اندفاعية متهورة إذا هذا تهور. إلا تراجعنا في المواقف اللي خصنا ناخذوا القرار الحاسم وناخذوا المبادرة إذا هنا جبن. إذا الشجاعة خصنا تكون عندنا واحد الفن ديال القدرة على هذه إدارة هذه المخاوف في مواطن الحزن. وهكذا نكونوا فرقنا ما بين التهور والشجاعة ولادة. والوقاحة هي واحد الجرأة زائدة في التعامل ولا في الانتقاد تكون فيها انتقاد أكثر يعني كيكون فيها تجريح. هذا هي الوقاحة. إذا خصنا نفرقوا ما بين هذه المفاهيم باش مشيت نهضروا على الشجاعة نهضروا عليها بالمفهوم الحقيقي ديالها لأن هي واحد الصفة وواحد القيمة أخلاقية اكتسبناها من أصلنا العربي لأن هي عندها هي موروث عربي جميل جدا. العرب راه كانوا قبل الإسلام كانوا في التصميم هذه الصفة هذه الجميلة ومشيت في المخلص يعني أغلبية الصحابة إلا بحيث القلبوا على التاريخ ديالهم كذلك الأنبياء كذلك النبي القدوة الكبيرة ديالنا والنبي صلى الله عليه وسلم كان في التصميم هذه الصفه هذه الجميله والاخلاقيه. غادي ناخذوا السي احمد من الرشيديه بعد قليل ونذكروا برقم الهاتف مره اخرى 05 37 70 59 39 05 37 70 59 39. يا كما ذكرتي استاذه نعيمه الشجاعه صفه نبيله وديما الشجاعه بعض المرات يعني حتى كما كنقول كنذكر مره اخرى اننا راه ما كنعمموش كنهضروا يعني على البعض حيت كيوظفوا هاد لابيلاسيون ولا هاد الكلمه ديال الشجاعه في حويجات اللي هي خطا خصوصا كنلاحظوها يا ما كنلاحظوها يعني يوميا مثلا مع المراهقين وكون شجيع مثلا شي كيشجع شي على شي حاجه اللي يكون عندك تكون عندك الشجاعه باش دير شي حاجه اللي مثلا هي
هي خيبة شي حاجة اللي أو شي رد فعل اللي كيكون مثلا أو سلوك اللي هو سيء كيردو. كنسمعوا دائما هاد الجملة هادي أنت ماشي شجاع أنت جبان ما تقدرش تدير هادي ما تقدرش تفعل هادي وكنحفزوا فيها بشكل خاطئ بعضنا البعض على ارتكاب بعض السلوك اللي كيكون مشين أو سيء. وغادي نمشيو معنا السي أحمد من رشيدية. سي أحمد صباح الخير. صباح الخير سيدتي الكريمة والشكر موصول للضيف الضيفة الكريمة أستاذة نعيمة الطاهري الأستاذة الفاضلة. سيدتي الكريمة نعم. الشجاعة تقول الشجاعة مواجهة الألم أو الخطر عند الحاجة في ثبات وليست مرادفة لعدم الخوف كما يظن بعض الناس تماما. فالذي يرى النتائج ويخاف من وقعها ثم يوجه في ثبات رجل شجاع. اما الانسان يعني كاين ما يسمى التهور. التهور كما قالت الاستاذة نعيمة تفضل. تماما لان فرق كبير بين الشجاعة والشجاعة كيف قالت الاستاذة وكذا هي في الحقيقة هي كيف كنقول احنا راه كاينه في طرف الانسان. الانسان الشجاع يعني راه داك الشيء ابن عن جد والحمد لله منذ القدم العرب معروفين يعني بالشجاعة وكذا. كيف قلنا الانسان ما خصوش يطيح في ذاك الفخ ديال التهور ولا الغرور بانه كذا ولا كذا. والشجاعه يعني خاصها تكون في المواطن ديالها. الانسان مثلا اب شجاع عنده ديك الشجاعه باش يربي وليداته والمراه عندها ديك الشجاعه باش تقابل وليداتها. الشجاعه يعني ماشي غير في المواجهه يعني ديال العنف ولا الشجاعه الانسان غير باش يتخذ قرار تماما يكون شجاع. شجاع اكيد اتخاذ القرار هو تلميذ في الامتحان يكون شجاع باش يسميتو المدرس الطبيب باش يدير سميتو يعني هذه الشجاعه في المواطن ديالها ماشي غير نجي نقول شجاع ولا حتى في البيع والشراء وكذا. الانسان ما كانش شجاع وكذا يعني راه ما غاديش تماما تماما. طيب سيدتي الكريمه هذه هي الشجاعه وشكرا على شجاعتكم باش ديروا لنا هذا. شكرا ليك وشكرا على شجاعتك باش تواصل معنا وتعطينا الراي ديالك. نمشيو لبجاد عند سي محمد قبل ما نعقبوا استاذه نعيمه على سي احمد. سي محمد من بجاد صباح الخير. صباح النور اختي حنان. لاباس عليك كلشي بخير الحمد لله. معك الغيداني محمد جماعه ديال بني باته وابي الجاد. مرحبا بك سي محمد الغيداني مرحبا. شجاعه مفهومه عندك سي محمد. اولا بدا تحياتي ليك والاستاذه نعيمه واختي مستقبل المكالمات وكل المستمعين. شكرا. اختي موضوع الشجاعة في عدة انواع. اكيد. فيها ما هو سلبي وما هو ايجابي خصوصا في اتخاذ بعض القرارات. تماما. لان ولاحظ بعض الاشخاص يعني تكون عندهم واحد الشجاعة باش يقولوا الصراحة باش يواجهوا الواقع باش يواجهوا الواقع بالحلول ديالو المر ديالو. ولكن في بعض الاحيان كنكونوا سلبيين. الشجاعة تكون سلبية تؤدي الى التهلكة او لبعض الاشياء. لان الشجاعة في بزاف ديال حتى تيكون الانسان حاضر في بعض المواقف ما كيكونش عنده الشجاعة باش يتصرف في الواقع ديالو اللي حضر فيه. اما الشجاعة الايجابية راه واحد الشخص يكون قوي ماشي بالجسد بالبني ديالو فالداخل ديالو تكون عنده الشجاعة باش يوصل الميساج. والشجاعة بان تقولوا لكن تكون فيه واش خلوق ام تربيه ما فهمتش يعني بغيت الاستاذ تجاوبنا. واش خلوق ولا تربيه ولا حتى تنوصل بعد لان الشجاعه تنشوف حتى ما واسد بيا اختي قلت لك بعد المخدرات يقولوا بعد الاصدقاء تقولوا انت ما شجعش تاك كمين انت تيوصل شي اشياء وكذلك بعد الاشياء اللي كتاثر الشخص شخصيا تقولوا له انت شجع خصك تخرج من القرايه خصك دير وانا نمشيو نوصلوا لشي بلايص خويا نحركوا يعني بهذ العباره نمشيو للضفه الاخرى. وكاين اللي انت كيعد راسو التهلكه كل ماديا وجسمانيا جسديا وبعض الاشياء السلبيه في الشجاعه راه من الاجداد ديالنا اختي حنان.
كان الأجداد ديالنا تقول لك أنت رجل شجاع. نعم. إن الرجل الشجاع هو الرجل القوي في, 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 في المنطقة وفي العائلة. وتحياتي أختي. شكرا ليك. شكرا ليك سي محمد. شكرا ليك. وسادة النعيمة, يعني تعليقك على سي أحمد منا الرشيدية اللي تكلم على الشجاعة, وبالنا الشجاعة يعني يمكن نتحلو فيها بزاف المواقف, وعندها مواطن اللي لازم تكون نكونوا فيها يعني شجاعين. أستاذة نعيمة تفضلي. أكيد, لأن تحيي بعد السي أحمد من الرشيدية والناس الرشيدية, الناس اللي طرحها فيها أبطال فيها شجعان, زعما معروفة هذه المنطقة هذه. أكيد المغرب كله شجاع, يعني فيه الناس اللي هما شجعان, ولكن هذه المنطقة بالضبط يعني فيها ناس اللي عندهم قرارات حاسمة. يعني كاين مناطق اللي تبارك الله, يعني شنو نقول, يعني عندنا هنا مناطق في المغرب كاين ناس دريين, الناس ديال الصحراء الرشيدية يعني رائع جدا. المهم هذا ما نعمموش, لان كاين الشجاع كاين اي بلاصه, غير انا كنقولوا تواجد بكثره. اذا استحمد شهر واحد التعريف زوين, لان اكيد الشجاعه هي الثبات والاستقرار عند المواقف, وعند المواقف اللي هي فيها مخاوف خصنا تكون عندنا واحد القرار اللي هو حاسم, واللي يكون عندنا واحد الراي اللي هو ماذا. اذا هنا راه شهر واحد النوع من انواع ديال الشجاعه, اللي هي شجاعه فكريه وشجاعة أخلاقية. نعم. وكذلك الشجاعة الجسدية والشجاعة النفسية. إذا هنا وشر النماذج ديال الشجاعة, الأنواع ديال الشجاعة. لأن حنا ملي بقيت كنهضروا على الشجاعة راه حنا كنهضروا على واحد القيمة اللي كتفعل جميع القيم الإنسانية. نعم. راه كلشي عنده هذا الموروث في الجينات ديالو. نعم. إلا هذا الموروث كاين اللي كيفعلوا بطريقة جميلة وطريقة اللي هي حكيمة, وكاين اللي كيفعلوا وكاين اللي ما كيفعلوش, وكيتصاب بالجبن ولا كيتصاب بالتهور, كيفعلوا بواحد الطريقه اللي فيها جهل. اذا حنايا ماشي كنهضروا على الشجاعه, لان حنا عندنا رساله, والرساله كتحتاج للشجاعه. عندك طموح, عندك هدف, باغي تغير في حياتك, باغي تنجح في حياتك, خصها تكون عندك شجاعه. علاش؟ لان ماشي كنقول باغي نتغير في حياتي, راني باغي نخرج واحد منطقه الراحه, راني باغي نقلل, راني باغي نزول واحد الادمان, راني باغي ناخذ واحد القرار اللي هو مصيري, راني باغي نبدل. باغي نبدل فراسي واحد العادات اللي خصها شجاعه. اذا الشجاعه عندنا مهمه جدا, وقيمه كتفعل جميع القيم الانسانيه, اللي منها الصدق. وانا تحطيت واحد الموقف اللي خصني نقول رايي بكل صراحه, خصني نكون شجاع. كذلك الاحترام الذاتي والاخر, وحنا اللي كنشوفوه هذا كنشوفوه داخل الاسره. فين هي الشجاعه داخل الاسره؟ اللي ما نحترمش ضعف المراه, اللي ما نحترمش راي الابناء, اللي ما نجتمعش في حوار محترم داخل الابناء مع الابناء ديالي ومع العائله ديالي. ما كنهضرش, ما كنعممش, ولكن رحنا كنفقدوا الشجاعه داخل الاسره, داخل المجتمع ومع ريوسنا, لان ما عارفينش القيمه الحقيقيه ديالها. لان قيمتها من القيم الانسانيه اللي فيها احترام, فيها مسؤوليه, فيها الحديث بصوت منخفض, فيها الالقاء. يعني انا كنتحاور معاك يكون واحد الالقاء وحوار اللي هو ناضج, فيها حكمه, فيها عدل, وفيها مسؤوليه. نعم. اذا هذه القيم كلها تتفعل بالشجاعه. اذا الشجاعه سي احمد راه هضر عليها بطريقه مزيان, ونمشيو لسي محمد من ابي الجعد. يعني هذا عاود عطانا واحد المفهوم اللي هو تا هو مفهوم خاصها توظف مواطن مواقف اللي صراحه حاسمه. وانا باغي ناخذ القرار ديال الطلاق, لان هذا القرار مهم جدا. راه حنا بدينا كنشوفوا كياخذوا الناس قرارات, وبدينا كنشوفوا الطلاق بواحد الوتيره سريعه جدا. نعم جدا. اذا هذا القرار هذا كيخصو واحد التروي. راه ماشي الشجاعه هو بانك تاخذ يعني تواجه واحد الموقف وتشتت عائله. راه خصك هذه الطلاق واحد الخوف كيدخلك بان غتشتت عائله, راك هذيك الوليدات غادي نفسيتهم غتضرر, وخا تكون موفر لهم الماديات, ونزيدو شي تيوقع طلاق كتخرج النفقه. واش داك النفقه كافيه لوليداتي ولا ما كافيهالهمش؟ واش خصني نكون شجاع واخا تيخرج لي القانون واحد المبلغ؟ انا وليداتي عارف شنو خاصهم, وداك المراه اللي كنت معاشر, ولا داك الطرف الاخر اللي كنت معاشر, راه كان ما نساوش الفضل بيناتنا. رحنا تزوجنا عن حب, عن احترام, عن ثقه, ووقع مشكل ما قدرناش نكملوا, وخدينا القرار ديال الطلاق.
اذا خصنا نكونوا قد ذاك المستوى ديالنا، نكونوا شجعان ونعترفوا بالاخطاء ديالنا ونعبروا لوليداتنا كيفاش خدينا هذا القرار هذا، لان هذا كله داخل في الشجاعه النفسيه. لان خصني نعبر علاش خديت قرار الطلاق لوليداتي، وعلاش خديت مع مراتي، علاش لا على الزوجه ديالي، خصني ناخذ قرار نقول لها علاش، لان خصني نكون جريء في هذا الموقف شجاع. تمام. نقول علاش ونقول انا ما قديتش بالمسؤوليه مثلا. انا ما لقيت راسي باني طرف مسموم في هذه العلاقه هذه، لان كاين الاطراف اللي كتكون مسمومه لان ما قدرتش تعالج الدوات ديالها وما قدرتش تعالج المخاوف اللي تربات فيها. اذا دائما ناخذ قرار، القرارات تكون مصحوبه بواحد الشجاعه اللي فيها شجاعه حقيقي. نعم استاذ نعيمه، للاسف الشديد يعني الوقت ما كيسمحش، ولكن غادي ناخذ ربما غادي نضطروا اننا نتناولوا موضوع الشجاعه بالغد ان شاء الله. غادي ناخذ السي احمد من اكادير، لان عدد كبير من المستمعين اللي تواصلوا معنا. السي احمد من اكادير بعجاله، تفضل. صباح الخير. صباح النور اختي، تحيه طيبه لك وتحيه للضيفه الكريمه اللي معاك. شكرا لك. باختصار نوجه واحد النداء للمستمعين، ما يبقاوش يكثروا المداخلات بزاف، خليونا نتواصلوا مع الاذاعه ديالنا لان دائما كنسمعهم باستمرار، هذا نداء. شكرا لك. وبالنسبه للشجاعه اختي، كنتمنى المواطنين يغرسوا الشجاعه الايجابيه في الوليدات ديالهم، ما يعلموش الشجاعه السلبيه اللي رجعت معاك تاع المجتمع في الاخر، اللي كنشوفوها الان دابا الشجاعه اللي لا تبعث على يعني غير محمودة. نعم. يعني الإنسان نعم. كيشجع وليداته تيعلمهم شجاعة، تيقول لي لا إلا مشيتي للمدرسة وهضر معك شي واحد شي هضرة ماشي هذيك ولا ضربك خاصك تضرب وخاصك ترد عليا، خاصك مثلا تهضر على الأستاذ ديالك تا هو تعنف، يعني خاصك تعرف كيفاش تغرس الشجاعة الإيجابية في الوليدات، يكونوا جبناء في آخر في العمر ديالهم في حياتهم اليومية. نعم. وشكرا لك. شكرا لك السي أحمد. نمشيو لقلميمة عند السي الحسن أو القلميم. السي الحسن صباح الخير. الأخت حنان شكرا على الموضوع. مرحبا سيدي، تفضل. كيجي الحسن من قلميمة إقليم الرشيدية. مرحبا مرحبا سيدي. تنشكر الأخت فردوس في استقبال المكالمات. شكرا لك سيدي. تنشكر المخرج الله يجازيكم بخير. شكرا لك. شكرا لك. موضوع ديال الساعة هو الشجاعة. الشجاعة كانت مع الناس القدام ديال القبائل قبيلة. هي الناس اللي ضربوا البارود ضد المستعمر، هذيك هي الشجاعة، هذيك هي الأخلاق. حنا نربي ولادنا على الوطنية على الملكية، حنا مغاربة والأجداد ديالنا صنعوا فينا الرجولة. نعم. ما خصناش نترجعوا على ديك الرجولة اللي صنعوا فيها، فهمتي دابا؟ نعم. لاحظت أنا دابا في 2023 كاين النفاق الاجتماعي. ما نعمموش يا كاسي الحسن. ما نعمموش. ايوا اكثر يا انا تنعي انا في قلميمه دابا تنستغرب انا لهاد البلد السعيده. حنا الناس الراشديه الاوائل للمسيره الخضراء، حب الوطن. الناس الراشديه هما الاوائل، هما في القافله الاولى وكل مناطق المغرب السي الحسن بدون استثناء من طبيعه الحال. والجنود ديالنا كلهم اولاد الرشيديه، درعه تافله تبارك الله، راه وطنيين. غير دابا المشكل كاين شي واحد من السياسيين بغاو يزرعوا الفتنه. لا لا، احنا ما نهضروش في هذا الشق هذا، باش ما نقدفوا حتى شي حد. نبعدوا من السياسه، احنا ما تنهضروش في السياسه، احنا كنهضروا في موضوع اجتماعي. ياك السي الحسن. واخا الاخت حنان. مرحبا الاخت حنان. مرحبا. شكرا لك. شكرا اختي. شكرا لك سيدي. تفضل. بارك الله فيك. بارك الله فيك. شكرا لك. صباحك سعيده. سي احمد من اكادير. سي احمد صباح الخير. سي احمد ربما انقطع الخط مع السي احمد من اكادير او عنده مشكل في التغطيه. غادي نتواصلوا معاه غدا ان شاء الله، لان الوقت ما كيسمحش للاسف الشديد. الموضوع شيق شيق جدا، ومازال يعني بزاف ديال الامور ما طرقناش ليها استاذه نعيمه في الموضوع ديال الشجاعه، يعني الشجاعه الايجابيه والشجاعه السلبيه
العربيه كيفاش نعلموا وليداتنا كما قال السي احمد من اكادير الشجاعه الايجابيه. كذلك السي الحسن من قلميمه كيواخد شويه يعني كاين كيقول فرق ما بين شحال هادي وما بين اليوم، الشجاعه ما بين الامس وما بين اليوم. كلمه اخيره وغنرجعوا الموضوع غدا ان شاء الله استاذه نعيمه. تفضلي وجلاله. تفضلي. انا بكل يعني اختصار من اخلاق الكبار الشجاعه، والشجاعه هي واحد القيمه اللي خصنا نربيو عليها وليداتنا فقط بالتدريب، لان بالتدريب والممارسه والجهد نقدروا نغرسوا هذه القيمه. غير هي خصها تعرف كيفاش تعرف تماما بشكل صحيح، نفتقدوها في المجتمع ديالنا. وهضروا الناس ديال اكادير وقنيم هضروا على واحد الرجوله راها مهمه جدا، راها غادي نطرقوا لها غدا ان شاء الله بحول الله في موضوع الشجاعه ان شاء الله. شكرا لك استاذه نعيمه. نذكر انك مدربه معتمده في التطوير الذاتي وفي التنميه الذاتيه، نلقاك غدا في موضوع الشجاعه. تتم الموضوع من طبيعه الحال اللي ما كفاناش الوقت باش نطرقوا لعده جوانب منه. كذلك المستمعات والمستمعين الكرام اللي تواصلوا معنا بكثره، غادي نتواصلوا معكم غدا ان شاء الله.